تواصلنا يستمر ايها الحفل الكريم. تهانينا وناموس لملك الشاهنيه مسلم بن الزفنة بن مسلم العامري، من قدم الشاهنيه في شوطنا الحادي عشر حيث حققت الانجاز الكبير بدقيقتين 24 ثانيه. هكذا نعم التوقيت المصاحب لانطلاقات الشاهنيه. شوطنا الثاني عشر، شوط الختام في هذا الصباح لسن الفطامين المشتركات، يسير بحفظ من الله ورعايته مباشره الى شعار عبيد بن رملي العامري، من يتقدم بالانطلاق الكبير بالتحدي المثير. يقدم الانطلاق بتقدم المتحدة عبيد بن رملي بن محمد العامري، يتقدم بانطلاق المتحدة. المركز الثاني علي بن سالم بوداود الدرعي يتقدم بانطلاق شاهين، عذرا المتحد بالمركز الاول، شاهين بالمركز الثاني. المركز الثالث الوصول والتقدم يأتي ايضا من شاهين علي بن محمد بن حمود اليحافي. المركز الرابع وصل شاهين الدحبة بن قنازل بن حمرور العامري. المركز الخامس ايضا الوصول والتقدم يأتي من مطالب حمدان بن سعيد بن حمرور العامري. ما شاء الله تبارك الله، خمسة اسماء متقدمة، ولكن عودة مع المتحد وشاهين، مع شاهين من بدل شاهين اليحافي علي بن محمد بن حمود اليحافي، يقدم شاهين الى مستوى المركز الاول. الدفع تلقائي والعصا في الابطان، وال400 متر الاخيره يا اليحافي. خلنا نشوف الابداع. المتحد بالمركز الثاني، عبيد بن رملي بن محمد العامري المركز الثالث، الوصول من مطالب حمدان بن سعيد بن حمرور العامري. المركز الرابع ايضا وصول وتقدم من النصر علي بن محمد راعي الصغيره العباري، ولكن عوده مع اليحافي وابداعه، مع اليحافي وشاهين اليحافي، يقدم شاهين علي بن محمد بن حمود اليحافي. تهانينا اذا والناموس، ما شاء الله تبارك الله، تهانينا اذا والناموس لك يا اليحافي على الفوز والانطلاق بالمركز الاول والانطلاق الكبير علي بن محمد بن حمود اليحافي. تهانينا اذا والناموس لك راعي شاهين على الفوز. المركز الثاني الدخول بين النصر علي بن محمد راعي الصغيرة العفاري ومطالب حمدان بن سعيد بن حمرور العامري إلى مستوى المركز الثالث. التوقيت الزمني دقيقتين 20 ثانية، 78 جزءا من الثانية. تهانينا إذا والناموس لمالك شاهين علي بن محمد بن حمود اليحافي. تهانينا إذا والناموس.